تفريغ المنتج. الطول 7.28 بوصة. العرض 2.95 بوصة. الارتفاع 2.17 بوصة. العرض 3.15 بوصة. كابلات الطاقة والصوت. إزالة مفتاح. جهاز التحكم عن بعد من عجلة القيادة بدون بطارية. كتيب التعليمات. اضغط على زر الوضع. التبديل FM USB SD Auxiliary Bluetooth في أوضاع مختلفة. اضغط على الزرين الأيمن والأيسر للبحث عن محطات FM. وضع الراديو. اضغط قصيرا للبحث تلقائيا. اضغط على زر الوضع لتبديل USB. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان للبحث يدويا عن وضع USB SD. اضغط لفترة قصيرة لتحديد الأغنية السابقة والتالية. اضغط مطولا للتقديم السريع أو الترجيع. يدعم الراديو جهاز التحكم عن بعد في عجلة القيادة. أوضاع مثل قص الأغنية، الإيقاف المؤقت، كتم الصوت، تعديل الصوت. يمكن إتمامه من خلال جهاز التحكم عن بعد في عجلة القيادة. اضغط على زر الوضع لتبديل BT بلوتوث. الهاتف المحمول متصل بالراديو بلوتوث، والتي يمكن أن تدرك تشغيل موسيقى بلوتوث للهاتف المحمول. يمكن ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير المقبض. يمكن لجهاز التحكم عن بعد الموجود في عجلة القيادة أيضاً التحكم في التشغيل ومكالمات الهاتف المحمول. منفذ USB يدعم شحن الهاتف المحمول. اتصال بلوتوث بدون استخدام اليدين.